مقدمة برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، حلقة جديدة بعنوان على خطى السينودوس الجزء الثالث. واخذ استضافة البرنامج في الاستوديو الأب جوزيف السويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية بعمان، حيث تحدث الضيف عن إمكانية عيش السينودوس معا بكل إصغاء للآخر. هذا السينودوس الذي دعا من خلاله البابا رعاة الكنائس إلى التواصل مع الرعاية، لأن العلاقة بين الكاهن والمؤمن هي علاقة تشاركية تقود الإنسان في النهاية إلى الإيمان والحياة السعيدة. فإلى هناك. فهمنا السينودوس، وحتى كمان عم بقول انه ارجعوا للحلقات السابقه ثلاث اسابيع الاسبوعين وهي الثالث السابقه واحضروا اللي حكوا الكهنه والمنسقين عن السينودوس وشو عم يطلب منا قداسه البابا. ما تضلكم مغيبين انه تقولوا ما حدا اجانا، ما حدا اجتمع معنا، ما حدا خبرنا، ما عملوا لنا لقاءات، ما قالوا لنا شو هو الاستبيان، ما حكوا لنا شو هي صلاه السينودوس او الهيكل. كله موجود، إذا أنت تريد أن تعرف تقدر تأخذ المعلومة، والنت مفتوح صار والمعلومة متوفرة ومتواجدة. صح. فما تضلنا نركن إنه ما إجوا اجتمعوا فينا ولا إجوا عملوا المجموعة ونسقوا مع الخوري وجابهم على اجتماع وفي القاعة. بطلت هاي الأساليب متبعة حاليا، يعني المنسقين عم يجتمعوا عشان يعملوا خطة عمل، خطة عمل كيف انهم ينشروا هذا السينودوس. فصفى الاعلام جزء مهم في نشر المعلومة. صح. والتوعية، وايضا حتى الاستبيان لما حتى على الانترنت عم بيبعتوا الاستبيانات ويعبوها ويرجعوا يبعتوها للخوارنة، مو بحاجة حتى يطلعوا من بيوتهم، لانه صار الـ 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 من خلال هالشاشه ومن خلال الانترنت وهالكمبيوتر وهالصفحات التواصل الاجتماعي كله متوفر وموجودين وين ما كان. فبيضل ما في حجة عندك تقول ما إجوا حكولنا، ما إجوا خبرونا، ما عرفنا. فتوجهوا لكاهن الرعية، إذا كان الرعية ما حكى لكم أنتوا حكوا يا أبونا في استبانة، فيا أبونا حابين نحن عبينا الاستبيان وهي الاستبيان أعطيناك إياه، بجمع الاستبيانات الأبرشيات وبيبعتوها للجنة تجمع هاي المعلومات عشان نحن وانت وهي وهو مثل شعار السينودوس، يعني عم بيجمع كافة الفئات المجتمع، حتى ذوي الحاجات الخاصة، الأطفال، العجزة، الكبار بالسن، الكهنة، الرهبان، السلطات الكنسية، كلها مجتمعة هي ماشيين مع بعض لسينودوس 2023 من أجل كنيسة سينودوسية، شركة مشاركة ورسالة. فالسينودوس جاي من القاعدة إلى رأس الهرم، مش من رأس الهرم وعلى القاعدة. في ناس كتير بتتهم الكنيسة إنه عم بيعطون، مش عارفين الشعب شو عم بده، بيعطونا قرارات وبيعطونا توصيات وبيعطونا ويلا أنتوا نفذوا. هلا حطت الكرة في ملعب المؤمن، أنت شو بدك؟ صح صح أبونا؟ صح كتير. وأنا هون بدي أطلب من إخوتي الكهنة والمنسقين خاصة بالأردن، أي شخص حبيب يعرف أكثر عن السينودوس بيقدر يجمع عبر يمكن مواقع التواصل تبع رعيته، زوم وغير زوم. أنا رح بلش أعمل كمان لأنه هلأ ما بلش زمن سينودوس مسيرة صوم 2021 22 23، لازم يكون عنا كان من سنة 21 نضوي، 22 و23 نكون بلشنا نبني على الأسس. نعم. اللي طرحها قداسة البابا. ومن هون بقول كل مجموعة أو كل رعية حابة تعرف بيقدروا يتصلوا بكاهن، بيقدروا يتصلوا بحدا من المنسقين وبيحضروا معه هالتبيان وشو هو السينودوس، كيف ممكن يشاركوا. وأكيد الشغلة صارت سهلة مثل ما قلتي عبر موقع التواصل. نعم. هلأ ليش الحلو أنه نعملها؟ لأنه في ناس بيقولوا أنه الكنيسة عبر مجامعة ما عرفت هيك تخرق، مثل ما قلتي كمان دكتور بدي أرجع ضوي على شغلي، يمكن بلبنان كنا نقول أنا باروسو فاتيكان دو، يعني إجا المجمع الفاتيكان الثاني من كل وهجه اللي طرح على الكنيسة ونحنا حكينا وما بعرف شو بالنهاية نيمني. ورجع إجا المجمع البطريركي الماروني اللي نعمله يا لطيف وعلى أساس أنه شوي نيمني، هلأ في سينودوس ورح ننيمه. أنا بقول فينا ننيمه وفينا نحييه،
مين بده يحيي مثل ما قلتي، وبدي ضوي على الشغله كتير اساسيه. هالمره الكره منا بملعب الكهنه والاساقفه والبطاركه، هالمره قديسه البابا قال لهم تعوا تقلكن بدنا نسمع شعبنا، بدنا نسمع شبابنا، بدنا نسمع اللي عندهم يمكن مشاكل، اللي عندهم يمكن ظروف صعبة، بدنا نسمع القاعدة شو بدها، ولازم هالقاعدة تلهمنا وتتحدينا. أنا هون بقول نعم على الكاهن أنه يفتح، بس افتح لهم القناة وقل لهم عدوا اسمعوا مين الأشخاص اللي بتحسون عندهم أنتينات حلوة وعندهم أسلوب حلو تيقدروا يطالوا الفئات كلها سوا. هيدول الأشخاص لازم يضلون عن جد يبسوا عبر مواقعنا، لأنه كنايسنا اليوم قادرة تجمع مجموعة الشبيبة اللي موجودين عندها، بس مش بس شبيبتنا، يعني الشبيبة وحتى أماتهم وبياتهم وحركاتنا ويمكن مؤسساتنا ويمكن يمكن كل الأشخاص اللي ما عم بيكونوا بالكنيسة أو ما عندهم وقت يكونوا بالكنيسة، بدنا نخرقهم، بدنا نقعد عندهم، بدنا نسمع لهم، وبدنا نشوف ليش ابتعدوا. ما نحن كمان بدنا نجرب نوصل عبر هالقنوات للناس اللي اصلا منا بين ايدينا، وبدنا نسالهم انت ليش فليت، انت ليش تركت. نعم، مثل الابن الضال. نعم، ترك البيت وراح وعايش حياه بالبزخ والى ما هنالك، صار يشتهي ياكل من الخرنوب اللي عم ياكله منه الخنزير، يعني حاله خنزره اذا بدك شوي. شو عم بعمل هون يا عمي؟ طب انه عندي بيت، عندي قصر يا خيي انا، وبي ما بخل بولا شيء، الخدام اللي عنده عم ياكله، انا هون عم بموت جوع، اعود وامضي الى بيتي ابي. فالاشخاص اللي هن منن بين ايدينا، دكتور ضروري نروح لعندهم ونقول له انت ليش فليت؟ عندك يمكن وجع، عندك قلق، عندك شيء ما شفته فيي انا ككاهن، بترجاك تع، بترجاك قول، بترجاك صرخ وجعك. انت ابن، انت ابن، وبدي اقول له لخيه اللي هو بين ايدي، بدي اقول له بني انه شو عم تحكي انت؟ جاي عم تتهمني انه والله انا اعطيت لخيك؟ ما كل ما هو لي هو لك، ولكن علينا أن نفرح ونتنعم لأن أخاك هذا اللي هو كان بغيه بالنسيان، كان ميتا، كان ضالا ورجع، بدنا نرجع. أوكي، كتير مهم هيدا الأساس أنه نقدر نرجع نجمع فئات المجتمع، نقعد معهم، نسمع لهم، وعن جد نركن للي عند لوجعهم.